مشاهدينا الكرام، الزملاء الفلاوين، مستمعي راديو شمس فان في عدد جديد من حصتكم اليوميه قهوه جورنال، واللي راح نطرقه من خلالها الى ما جات به الصحافه الوطنيه لنهار اليوم، بالاضافه الى فقرات البرنامج وضيف الحصه كالعاده. نبدا باهم او اخر ما جاء به موقع النهار اونلاين لنهار اليوم، ونطرق الموقع الى قضيه المجهولين او مجهولون على متن سيارة يختطفون تلميذة أمام ثانوية في عنابة. وإن قال الموقع أن الجنات أجبروا الضحية على الركوب معهم تحت التهديد بأسلحة بيضاء، وإن أقدم ظهر أمس عناصر عصابة أشرار مجهولي العدد والهوية على اختطاف فتاة تبلغ من العمر 16 سنة بمنطقة حي البشير الإبراهيمي التابع إداريا لبلدية سيدي عمار في ولاية عنابة، حيث أن عملية الاختطاف نفذها مجهولون كانوا على متن سيارة نفعية خاصة، أين قاموا تحت طائلة التهديد بالقتل بإجبار الفتاة الضحية على ركوب السيارة والفرار بها نحو وجهة مجهولة وسط صراخ الضحية من دون أن يتدخل أحد من المواطنين والمرأة. الآن نذهب إلى الأكثر قراءة في موقع النهار أونلاين، وإن هو الفيديو أو الطفل الذي روى عودته أو تفاصيل لعبته مع الحوت الأزرق. هذا الفيديو الذي تحصل على 21,353 متابعة. الأكثر تعليق هو انفجار بوسط المدينة الأمريكية مانهاتن، وين تحصل كذلك على عدد كبير من التعليقات. مشاهدينا الكرام، نروح الآن إلى أهم ما جاءت به الجرائد الوطنية. نبدأ بجريدة النهار. جريدة النهار فتحت صفحتها الأولى اليوم بالسكن، وإن قالت شقق F2 F5 بصيغة ألبية الشهر القادم، وستشرع وزارة السكن والعمران والمدينة بداية من شهر جانفي في إطلاق مشاريع السكن الترقوي المدعم، حيث سيتم إعادة بناء شقق من غرفتين وشقق من 5 غرف، كما يتم بناء مساكن فردية في الهضاب العليا والمناطق الصحراوية أين يتوفر العقار. وسيكون من بين الامتيازات التي ستمنح لملاك هذه الشقق هو تهيئتها بالمواد التي يحددونها بشرط زيادات في السعر الإجمالي. إلى عنوان آخر صحيا، تقول نهار وزارتا الصحة والتجارة تتفرجان على حليب أطفال قاتل، وشرعت أمس سيليا الجزائر في سحب كل المنتوجات التابعة للوحدة وللشركة الأم، وهذا بعد الإنذار التي تلقته من فرنسا مكان صناعة المنتوج بعد اكتشاف وجود جرثومة سالمونيلا التي تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي. وفي هذا السياق قالت وزارة الصحة أنه لا أصل لها بهذا الموضوع، فيما اكتفت وزارة التجارة بالتحذير دون تدخل وسحب هذا المنتوج. إلى عنوان آخر دائما بجريدة النهار، تقول مكتتبو عدل ضخوا مستحقات الشطر الرابع في حسابات محتل، وإن قدمت المقاطعة الإدارية لأمن دائرة حسين داي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد أمس شخصين، أحدهما كهل يبلغ من العمر 52 سنة يعمل في محل الأكل السريع، والآخر صاحب مقهى انترنت بمنطقة بلوزداد، بعدما تورط في الاحتيال على حوالي 700 مكتتب عدل في البرنامج السكني لسنة 2001 و2002، بعدما أوهمهم المتهم الثاني بوسطته وعلاقته بإطارات وكالة عدل وقدرته على تمكينهم من استدعاءات لتسديد الشطر الرابع بالنسبة للمكتتبين المتأخرين. العدالة تجرد وزيرين ووكيل جمهورية من شهادة الماستر، وإن ألغت المحكمة الإدارية مراد رايس بالعاصمة جزئيا نتائج المداولات النهائية التي أصدرتها إدارة جامعة الجزائر 1 والخاصة بطلبة الماستر للمواسم أو للموسم الدراسي بعدما حكمت ببطلان نتائج دراسة منحت لوزيرين ووكيل جمهورية مساعد. نذهب إلى جريدة الشروق. تقول مدير سون الغاز رفع تسعيرة الكهرباء غير وارد حاليا، وإن قال الرئيس المدير العام لمجمع سون الغاز محمد عرقاب أن رفع تسعيرة الكهرباء غير وارد تماما في الوقت الحالي، بل يتم التفكير في كل ما من شأنه التخفيف على المواطنين. وأكد عرقاب على تحقيق
التغطية الكافية للكهرباء والغاز على مستوى مناطق الجنوب من خلال تجسيد المخطط المسطر وتلبية جميع طلبات سكان ولاية الجنوب المتعلقة بهذا المجال، مضيفا أنه يسعى إلى رفع الجودة في الخدمات المقدمة. وقت الجزائر تقول العدالة خط أحمر، وإن رفض وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح الانتقادات التي وجهها بعض نواب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني لقرارات القضاء، وأكد أن الأخير يجب أن يحترم أو يحترم من قبل الجميع ومهما كانت مكانتهم ومسؤوليتهم، ويجب الطعن فيها فقط إلا بواسطة الطرق الشرعية التي ينص عليها القانون والدستور. الخبر تقول ورود وصحف أجنبية في زمن التقشف، وإن قالت الخبر باري ماتش هي باقات ورد مرتفعات الثمن هي واحدة من أوجه الإنفاق المال العام في الجزائر، توقف عندها مجلس المحاسبة في تقريره للأزمة المالية بدأت تلوح في الأفق في ذلك الحين خلال سياسة المشاريع. البلاد تقول ركود غير مسبوق في سوق العقار، وإن لا يزال سوق العقار يعرف ركودا كبيرا فلا بيع ولا شراء بسبب الشق أو الأسعار إلى حد السقف في المدن الكبرى على غرار العاصمة ووهران والنابة، وتختلف الأسباب أسباب أهل الاختصاص الذين أكدوا أن المضاربة والسوق الموازية وانهيار سعر الدينار من الأسباب الرئيسية لركود سوق العقار في الجزائر. المحور تقول شبح الإفلاس يهدد آلاف المؤسسات بسبب شح الموارد الأولية، ونوجهت المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف رسالة مستعجلة إلى وزير التجارة محمد بن ميرادي، تحوز المحور اليوم على نسخة منها تطالب فيها الجهات الوصية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضررة بشكل كبير، خاصة أصحاب مشاريع أنساج من شح وندرة بعض المواد الأولية التي وردت في قائمة الاستيراد الأخيرة من خلال إعادة النظر في قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد. الحوار قالت الجزائر تقتسم مع فلسطين الرغيف والنزيف، وإن أجمع المشاركون في الندوة التي نظمتها جريدة الحوار تحت عنوان القدس خط أحمر على أن الجزائر تقتسم مع ومنذ عقود من الزمن كان ذلك المد الذي إن لم تجمعه المسافة لم تفرقه الرسالة النوفمبرية في الوقوف والتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته. إلى لديبا تقول 6000 مقاتل في تنظيم داعش سيعودون إلى فرع مفوض، وإن دعا مفوض الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي الدول الإفريقية إلى الاستعداد بحزم تحسبا لعودة حوالي 6000 مقاتل من الشرق الأوسط إلى إفريقيا، مبرزا في سياق متصل ضرورة معالجة الثغرات الموجودة في نظم العدالة الجنائية لمكافحة التهديدات الإرهابية والوقاية من انتشار هذه الآفة التي تعشعش في البيئات التي تفتقر استقرار سياسي والأمني. مشاهدينا الكرام، نروح الآن لأول فقرة في البرنامج جورنال اليوم.